نروح بقى للنوستالجيا. الاهلي وشخصيه مهمه في تاريخ الاهلي، هو مش مصري يعني خلينا نقول، بس هو اهلاوي الهوى والهويه. خلينا نقول النهارده 3 مارس 1922 كان ميلاد هيدو كوتي، المدير الفني المجري الاسبق للنادي الاهلي في سبعينيات القرن الماضي. كان لاعب كبير جدا في فريق ام تي كي، نادي المجري الاكبر في اربعينيات وخمسينيات القرن الماضي. وتالق هيدو كوتي في مركز راس الحربه زي ما كلنا عارفين، كان يعني متالق جدا مع منتخب المجر في الدوره الاولمبيه اللي كانت عام 1952، وشارك كمان مع منتخب بلاده في أول خسارة كانت لمنتخب إنجلترا، كانت وقتها بنتيجة 6-3، ووصل مع منتخب المجر لنهائي كأس العالم 1954. شخصية محترمة وشخصية لها يعني ثقلها حقيقي عندنا برضو في لا وبصي يعني شوفي عد قد إيه على يعني حتى وفاته، لكن إلى يومنا هذا كابتن هيدو كوتي من الأسماء الأشهر بالنار على العالم زي ما بيقولوا كده في تاريخ النادي الأهلي. بعد ما اعتزل اتجه للتدريب ودرب بالفعل مجموعة من الفرق في المجر وفي فرنسا وفي إيطاليا وفي بولندا. ده طبعا كان قبل ما يتعاقد مع كابتن صالح سليم عشان يقوم بتدريب النادي الأهلي عام 1973 وحتى عام 1979. فاز مع النادي الأهلي بخمس ألقاب للدوري ولقب لكأس مصر، وتوفي يوم 14 فبراير من عام 2002 عن عمر يناهز 80 سنة. لكن طبعا بيظل هيدو كوتي أسطورة أهلوية أثرت في وجدان كل اللاعبين وأيضا كل الجماهير عبر تاريخ النادي الأهلي الحافل بالنجاحات.